الفصل او للوصفه ديالنا هو واحد الكاطو واحد الكيك بالكعك الحمراء او باليقطين. الوغ بالنسبه لهذا الكيك غنحتاجو 225 غرام ديال الفرينه 225 غرام دو فارين 250 غرام ديال اليقطين او الكعكه الحمراء مبشوره محكوكه 250 غرام دو بوتيرون رابي 3 اوف 3 د البيضات 150 غرام ديال السكر البني 150 غرام دو سكر دو كان 25 غرام دو سكر سمو 25 غرام من السكر سنيده ساشي ديال الخماره حمراء اولا 7 حتى 8 غرام 8 غرام دو لوفور شيميك معلقه صغيره ممسوحه ديال سكينجبير ومعلقه صغيره ممسوحه ديال القرفه une cuillère à café rase de gingembre, une cuillère à café rase de cannelle en poudre, 6 grammes d'iel, loz mhermesh ou la qtatrifa sghar, 60 grammes d'amande concassée, 70 grammes d'iel zbid, 70 grammes de raisin sec, 15 centilitres d'iel zit nebatia, 15 centilitres d'huile. Nous allons d'abord la réalisation. Alors tout d'abord, on va prendre un récipient et on va y mettre tous les ingrédients secs. C'est le farina. On va dire un autre récipient. On va dire au fait le farina. On va dire au fait la levure. On va dire que le tofu est quel chouïe. Je garde le macadir. Il y en a un. Il y a ça. On va dire la farine, la levure. فارينة خمارة لزيبيس القرفة وسكينجبير غادي نزيدو السكر اللي عندنا السكر البني وعندنا السكر العادي غنجوتي لي سكر لو سكر دو كان لو سكر بلون غنجوتي البوتيرون رافي غنزيدو القطين مبشور او الكرار حمرا محكوكة غنزيدو les amandes concassées et les raisins. Donc, on va prendre un autre récipient. On va y mettre les œufs. On va fouetter nos œufs tout en ajoutant l'huile à petit filet. Donc, on va mettre le bête d'yenna et on va mettre le zit en qatarat. هو البيض ديالنا دابا طرب غادي نزيدوه فوق من الخليط ديال اللي درناه قبيلاتي ياك وغنبداو نخلطو مزيان حتى ما تبقاش تبان لينا نهائيا الفارينة هكاك بوحدها معزولة دونك اون فاجوتي نوتر ميلونج اوف اي ويل ان نوتر بروميير ميلونج اي اون فا ميلونجي على سباتول اون فوا لو ميلونج ديالي هو تخلط مزيان غناخذ المول ديالي وغنخوي فيه هذا الميلونج دونك شوي ميت لو ميلونج ا كيك دون مون مول دونك انا عمرت الكيك ديالي في المول جو في بارسمي دان بو داموند كونكاسي اي دو كاسونات انا غندير فيه الفوق شي شويه ديال السكر البني وشي شويه ديال مهرمش وغندخلو للفران مدة 50 دقيقة فران اللي سخنتو على درجة 165 درجة ونعاودو نتلاقاو من بعد دونك جو ميتر مون غاتو مون كيك دون ان فور كو جي بريشوفي ا 165 دوغري اي جو في ليسي كوير بوندون 50 مينوت اون سو روتروف ا توت دو سويت مع القرفة مع اللوز مع الزبيب مع ريحة القرعة ورطب رطب رطب وحشيش هشيش هشيش فريمون النصيحة بعدا الأولى اللي نقدر نقول لكم أنكم فاش بغيو تحيدوه من المول خليوه يرتاح واحد 15 دقيقة حتى يبرد عاد حيدوه لأن فريمون هشيش بزاف دونك دغيا غادي يبدا يتكسر لكم بس هو كيك إلي أولترا مويلو أولترا بون إلي سوبر ميغا
gabon, il est vraiment magnifique. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو وتبارطاجيو لا شين مع الناس اللي كتبغيوهم ونقول لكم تبقاو على خير. ا تري بيانتو.